الرياضة أم نظام؟ كل مستوى اللياقة البدنية ما ترتفع، اللياقة الصحية بترتفع، والقدرة على العمل بتزيد. أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الملف الرياضي دعماً خاصاً واهتماماً بارزاً مع بدايات مجيئه حاكماً لمصر عام 2014. الساحات الرياضية اللي موجودة واللي عملتها القوات المسلحة وقبل منها اللي موجودة في مراكز الشباب كتير، بس احنا محتاجين ننشر ونرفع كفاءة ونهتم. على صعيد المنشآت تم إنشاء 4050 ملعباً خماسياً قانونياً وتحديث 8 مدن شبابية، إلى جانب تطوير 1003 مراكز شباب من خلال مبادرة حياة كريمة. كمصريين مراحل منهم نشوف الشاب المصري زيه زي أفضل شاب في العالم كل شيء. لكن يبقى الإنجاز الأكبر في مجال الإنشاءات متمثلاً في تدشين المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة بلغت 2,200,000,000 جنيه على مساحة 93 فداناً، بما يدعم قدرة مصر على استضافة المنافسات الرياضية العالمية المرتقبة خلال السنوات المقبلة. سجل الإنجازات يشمل أيضاً نجاح الفرق الرياضية في تحقيق 280 بطولة متنوعة، بالإضافة إلى تحقيق 3500 ميدالية مختلفة على مستوى الألعاب الجماعية والفردية. بالإضافة إلى ذلك، استضافت مصر كثيراً من البطولات العالمية والفعاليات القارية، مثل كأس أمم إفريقيا في عام 2019 التي أسند تنظيمها إلى مصر قبل انطلاقها ب 164 يوماً فقط في تحد صعب تجاوزته الدولة المصرية بنجاح ساحق. الأمر نفسه ينطبق على كأس العالم لكرة اليد في عام 2021 التي أبدعت مصر تنظيمها في ظل أزمة وباء كورونا المرهقة. بالإضافة إلى ذلك، نظمت مصر أيضاً بطولة العالم في الإسكواش وكأس العالم للرماية ومسابقات أخرى في مختلف الألعاب، وما زالت النجاحات مستمرة. والرسالة اللي احنا عايزين نقولها من خلالكم إن كل عمل هنعمله لبلدنا يطلع لبلدنا قدام هيبقى محل تقدير داخل مصر وخارج مصر.